السلم عايزه ايه؟ قال لي عايزه ايه دي وانا جاي اشحت منك؟ السلم عايز يتنضف. ماشي، عايزه ايه يعني؟ اجيب لك جردل ميه؟ ايوه خدي وما تعويش. خدي جردل الميه اهو. جدع ادلقيه بقى. انت بتقولي ايه؟ انا اللي هدلقه؟ امال انا اللي هدلقه يعني؟ ما انت اللي هتدلقيه. ماشي يا ستي، حاضر اهو. جدعه الرسايه والمساحه، امسحي بقى واكنسي. انا مش فاهمه انت اتجننتي ولا ايه يا ست انتي؟ هو انا اللي همسح واكنس؟ امال ايه انا اللي همسح واكنس؟ انت اللي تمسحي تكنسي. مش كفايه فكرتك بمسيح وكنيسه السلم؟ يا عيني يا عيني يا عيني على الولد، يا عيني يا عيني يا عيني على الولد، يا عيني يا عيني يا عيني على الولد، يا عيني يا عيني. يلا بقى هاتي الفلوس. فلوس ايه يا ست انت عبيطه؟ انا اللي مسحت وكنست. تجننتي قبلية انت؟ مش كفايه ان انا جايه من اخر الدنيا وشايله على قلب المساحه والماشيه والجردل، وكمان مش عايزه تديني فلوسي؟ لا بقول لك ايه، انا هخلص منك وهديكي. خدي 5 جنيه. 5 جنيه؟ مش هيجي حق تعبي وشقايا. انا عايزه 20 جنيه، كل جنيه ينطح جنيه. ده انا طول الليل والنهار عماله اضحك واسوي وعشان السلم ينضف، وانت عايزه في الاخر تديني 5 جنيه؟ 20 جنيه. 20 جنيه في عينك يا شيخة. خدي يا ستي وحسبي الله ونعم الوكيل.